السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نقدم معكم هذا الكيك الرائع. كيف لاحظتوا معايا كيجي بالديسير ومنعش بزاف، وكيجي بارد، كيعجب الوليدات وحتى الكبار، وغادي تجربوه ان شاء الله وغادي يعجبكم. وكيف كتلاحظوا ان حتى المكونات ديالو جد اقتصاديه وموجوده عندنا، ما كتطلبش شي حاجه كثيره. غادي نقدم معكم المقادير، وفي نفس الوقت غندوزو في طريقه ديال التحضير. هنا غادي ناخذ 3 ديال البيضات، دائما يكونوا في حراره ديال المطبخ، درجه الحراره ديال المطبخ، ما يكونوش في الثلاجه من قبل، وما يكونوش صغار، يكونوا متوسطين الحجم. كيف ما قلت لكم عندي 3 ديال البيضات، عندي كاس ديال سنيده، كاس دائما كنعبروا بالكاس ديال العنبه، وكذلك قبيصه ديال الملح اللي ضروري من الملحه في اي وصفه. غادي نطربوهم مزيان غير بالطراب اليدوي حتى كنحسوا بديك سنيده دابت لينا، ودائما ديروا سنيده اللي كتكون رقيقه. هنا غادي نضيف كاس ديال الزيت، كذلك حتى هو دائما بالعبار ديال العنبه. نخلطوهم مزيان حتى كينسجم لينا الخليط ديال سنيده والبيض والزيت، وغادي نضيفو كاس ديال الحليب، ما يكونش بارد، حتى هو يكون واخد درجه الحراره المطبخ، كذلك كاس ديال العنبه. غادي نطربوهم مزيان حتى ينسجموا. وهنا عندي 3 الكيسان حتى هما ديال العنبه ديال الدقيق، راه مغربل من قبل، دائما تغربلوا الدقيق مره ولا حتى جوج المرات يكون مزيان، ما كيكونش فيه حبيبات. وهنا عندي 3 ديال الخمارات من فئه 8 غرام. صافي، هنا غادي ندخل داك الدقيق، ما ديروهش ما تضيفوهش في دقه واحده، دائما ضيفوه على 3 ديال المرات مع التطراب حتى تاخذوا القوام اللي بغيتوا. المهم هذا القياس غادي يهز لكم 3 ديال الكيسان مضبوطه. انا هنا غادي نستمر حتى غادي نخلط داك الدقيق كامل اللي عندي. هنا كيف كتلاحظوا 3 ديال الكيسان مضبوطه اللي زدت ليا هذا الخليط. غادي نخلطهم مزيان حتى ينسجموا، دائما تاكدوا من الدقيق ما يكونش عندكم لتحت، خلطوا من التحت للفوق باش ما يبقاش عندكم دقيق في التحت. هنا غادي نضيف معلقه ديال الخل، معلقه كبيره، وغادي نخلطوها مزيان حتى تنسجم لينا مع المكونات. هنا خديت اللاطه ديالي، حجم كبير في الصراحه، ماشي صغير، عندي هنا 40 على 30 سنتيم، 40 سنتيم على 30 سنتيم، باش القوام ديالها ما يكونش غليظ، ما خصوش تجي كيكه طالعه بزاف، خاصها تكون طبقه متوسطه السمك باش ما تجيش الكيكه غليظه. الا كنتو غديروها غير في لاطه صغيره او متوسطه، غادي تنقصوا في المقادير. هنا صافي غادي ندخل هاد اللاطه ديالي الفرن. بعد ما طابت ليا الكيك كتاخذ واحد المده ماشي كثيره، 20 دقيقه حتى 30 دقيقه. غادي نحيدها من اللاطه وغادي نديرها في هاد السيركل. كيف كتلاحظوا السيركل كيعاون باش ما كتسيحش لينا الكريمه. مقادير ديال الكريمه عندنا فيها يطرق ديال الحليب، 3 ديال المعالق ديال سنيده كبار، واحد الفلون ديال الكراميل، وثلاثه المعالق ديال كريم باتيسير، او تقدروا ديروا اللي ما عندوش يقدر يدير مايزينا او نشا الذرة. بالنسبه لهاد الياغورت ديال الفلون كراميل ما غاديش نضيفوه دابا حتى الاخير، هنا غادي نضيفوا سنيده على داك الحليب والكريم باتيسير. كيف ما قلت لكم ثلاثه المعالق سنيده وثلاثه المعالق ديال الكريم، وغادي نضيفو ليهم فلون كراميل ساشيه وحده، وغادي نطربوهم مزيان حتى ما تبقاش لينا كتل او حبيبات، وغادي نضيفوهم فوق النار
مع التحراك حتى كيغليو. من بعد ما غلاو لينا كيف كتلاحظوا يكون باقي شويه خفيف، وكنضيفوا لهم داك الفلون ياغورت ديال الفلون كراميل، وغنخلطوه مزيان حتى ينسجم لينا مع الخليط. صافي، وغادي نصبوه فوق الكيك. هذا هو الديسير اللي غادي نصيب انا فوق الحلوى. عندي بنان، عندي فريز، عندي مونغ، وعندي الكيوي. تقدروا تضيفوا اي فاكهه كتبغيوها وكتكون مرغوبه عندكم. صافي، هنا غادي نكب داك الكريمه كامله فوق الكيكه كيف غادي تلاحظوا. خلطوها مزيان وعاد قويوها ما حدها بقى سخونه. دائما خويوها قبل ما تبرد. وغادي ملي غادي نخويها غادي نزينها بداك الديسير كيف كتلاحظوا. نتوما تقدروا ديروا اي تزيين كتبغيو على شكل مربع او دائره او كيف ما بغيتوا نتومايا. انا اختاريت هذا الشكل وغادي ندخلها للثلاجه حتى تقبض مزيان وتبرد. هنا من بعد ما بردت ليا مزيان غادي ناخذ جوج كيسان ديال الماء كبارين ديال العنبه، 3 معالق ديال سنيده، وجوج ديال الفلون عادي ديال الفاني. نخلطوهم مزيان ما يبقاوش فيهم كذلك حبيبات باش ينسجموا، ونضيفوه فوق النار حتى يغلي مزيان. من بعد ما غادي يغلي غادي نضيفوه فوق الكيك. ها هو كيف كتلاحظوا راه غلى لينا مزيان. ضيفوه غير بالمعلقه شويه بشويه حتى تكملوا ديك الكميه كامله فوق الديسير. هنا راه غادي كملتو كامل كيف قلت لكم، وغادي تدخلوها للثلاجه تتبرد مزيان وتقبط راسها وتحيدوا ليها داك السيركل. الكيك بعد ما وجدات كتجي على هذا الشكل، كتجي غزاله بزاف وبنينه. الطبقه الاولى ديال الكيك كتجي فتيه بزاف، هشيشه كتذوب في الفم. كنتمنى انكم تجربوها راه غادي تعجبكم. وإلا عجبكم هذا الفيديو شاركوه مع الاصدقاء والاحباب ديالكم، وخلوا لي شي كومونتير زوين. وكنشكركم بزاف، ونتلاقاو فيديو جديد ووصفه جديده. الى اللقاء، مع السلامه.